دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك. العوافي من ديمقراطية كان من المفترض انه يستقيل اليوم، لانه صار قايل الف مرة انه ما في لزوم لبقاء الحكومة اذا ما وجدت حل للزبالة، ولكن اليوم ما وجد حل للزبالة وما استقل. العوافي تمام بيك. العوافي ليش ما ضليت على كلامك واستقلت؟ اعطيني بعد هالاسبوع بس وبفرجي لك ياهن. ما سمعتني شو قلت اليوم؟ لا شو قلت؟ قلت لهم اذا الاسبوع الجاي ما نوجد حل للنفايات ايه؟ ما رح ادعي لجلسي لمجلس الوزراء. اف ورح تضل على كلامك؟ طبعا لا. وشو رح تعمل اذا ما نوجد حل؟ رح ازعل. عم تتخيلوا تمام سلام زعلان. شكرا تمام بيك والعوافي للعماد عون. العوافي شو قصة ميشيل معوض رايح جاي عالرابية؟ عم افحص وبالكي بديك يشفي عسليمان فرنجي. مشيت المداكشة؟ فرنجي دكشني بفرودة هيكل خازن ايه؟ وانا رح ديك شو بميشيل معوض. طيب الشيخ سعد الحريري استقبل من يومين الوزير السابق عبد الرحيم مراد، كمان عم بيديكش؟ لا، سعد الحريري عم بيلف مثل ما لفينا انا وجعجع عبعضنا اثنين مواريني، هو عم بيلف على خصمه السني السابق عبد الرحيم مراد. يعني نحنا بعصر اللف والمديكشة والخوزة. لازم فيروز تغني حبوا بعضهم خوزقوا بعضهم. شكرا جنرال والعوافي للشيخ وديع الخازن. العوافي صحيح انه زبطت بالرابطة المارونية وصار في توافق وخلصت؟ زبطت او ما زبطت، نتوافقوا او ما توافقوا، انا بدي اطلب تعديل اسم الرابطة المارونية بالعلم والخبر المقدم بوزارة الداخلية. وشو بدك تقترح لها اسم؟ مش زابطة المارونية، هذا الاسم الصح، لأنه المارونية مرض بيضرب 90% من الموارنة وما له علاج. وشو عوارض هالمرض؟ اللي بينصاب فيه بيصير معه بالكرسي. مبروك اسم مش زابطة المارونية. والعوافي للوزير جبران بسيل. العوافي أنا اليوم اسمي نهاد المشنوق لو سمحت. ليش؟ لأنه جبران بسيل تقمص بمؤتمر وزراء الداخلية العرب. لا أنا ولا محمد رعد من دافع هيك عن حزب الله. العالم جنت 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 جنت. بعد الإعلان معلم سياحي فرعوني. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. نهر الزبالة اللي موجود بالجديدة ويلي عملت عنه السي ان ان تحقيق، أوحى لوزير السياحة ميشيل فرعون بفكرة إبداعية جديدة. خلونا نشوف شو هي وبكرة بشوف. تيك تك تيك تك تيك تك. دولة الرئيس دولة الرئيس. شو بك يا فرعون؟ لقيت الحل، لقيت حل للزبالة. بالشرف يا فرعون، لأنه جرستنا السي ان ان، ليك ما الله صورة نشرتها بالعالم كله. وهالصورة دولة الرئيس رح نستفيد منها، لكن على شرط تساعدني. ايه شو بتريد مني؟ لازم نوزع على بلديات الجديدة والبوشرية والسد أكياس زبالة حمر وخضر. ايه وشو بيصير؟ بعد ما نوزعهم بخبرك شو بيصير. هات يا فرعون، شو الحل اللي طلع معك؟ نهر الزبالة اتحول من نقمة إلى نعمة. كيف؟ السي ان ان ولا مرة عملت ريبورتاج عن علم لبنان. شوف بتوزيع نكياس حمرة وخضرة صار نهر الزبالة بيشبه علم لبنان، حولناه لمعلم سياحي. وبكرة بتجي السي ان ان وبتعمل ريبورتاج عن زبالتنا الوطنية وريتنا الوطنية وخدلك على السياحة. كيف؟ تقبرني يا فرعون. ابداع ابداع. دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك.
دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك